مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نتكلموا موضوع اليوم على إذا كان الكتاب فيزا فيزا مش ليميتيو المينوتاج على أم تي بو توا بيك لو طون ودارت الدنيا نجمو أون دوفين أم تي بو شنو صار في الأمور هذه كل كيفاش صار الانقلاب وشكون عملوا شكون ما عملوش كذا وشكون لو كان تسمو جوست ما نعرف حتى شيء مي جوست فورس لي شنو تعدى وكوم اكسيون والتصرفات نتاع العباد وكل شيء تنجم نطلعوا ان تي بو في الحكايه. كان نذكروا الحكايه بدات مرجان في التليفون، هو مرجان في التليفون هو جنرال خاطر قبل ما يمشي يحكي قالت عليها فرانس دو قبل ما يمشي زين العبيدي. ومن بعد ما عرفتش كيفاش شكون حط في فيسبوك باش الناس كلها مشات قدام الداخليه وتنكس. عاد مش معقول الناس تنكس قدام الداخليه وزين العبيدي يهرب في الصف. الحكايه فما سور الحكايه هذه تكلمنا عليها، هي كوديتا كوديتا فما كوديتا. شنو هو كوديتا؟ ماك تعرف العالم هذا ما نحكوش فيه، يحكوا فيه ولاد عمنا ولاد عمنا يحكموا في الامريكان ياكلوا في القصر ديال القطوس وهما يقولوا ايه ولا لا. اون بليس في مخاخهم هما بالنسبه لهم البلدان سان ارتيكل وعندهم كتالوج هذه كيفاش الطريقه وهذه كيفاش يهزوها والخونه في كل بلاد سهل استعمالهم وعندهم مليون سيستم كيفاش يطيحوا بلاد ويطلعوا بلاد. كان عندهم بلان تاع كيما خرج الحكايه هذه تاع كيفاش باش يبدلوا العالم العربي بحكم زين عبد الناصر ولا كبير ومبارك كبير والقذافي طول باش يبدلوا باش يبدلوهم هما خير ما هم يتبدلوا سوبيتمون ويميتريس با لافير يبدلوهم هما يحطوا ناس اخرين ويخليو توندونس ولات عندهم قوه ابونا ذي ولات عندهم قوه حتى يخليو توندونس تاع الشعب شعب ومن بعد يتخبي دوسو. C'est des gens, c'est des sociologues, ils travaillent sur les peuples, ils travaillent sur le mouvement de foule. Ils savent faire les choses. C'est une maîtrise, c'est une science. Les médias, mensonges, tout ça. Donc, l'oul, je me dis, faites le nécessaire. Ou qui fait que je fais le droit de l'idée? دخلت من برا ولا بروف اللي دخلت من برا والجروب اللي شد من الاول جماعه غنوشي وكيفاش تسايبوا معناها عم روحوا لميتريزيو الامور دخلت من برا ولا بروف انه فريعه وقت شد وقت زوز نتاع التاكسي مجرمه هذوك داير فينهم كان واحد يقول لنا فينهم مجرمه نتاع التاكسي هذوك قال سواح معناها يكون فيهم واحد بالدولة رئيس داخلية كوبري فيهم أنا الرجل إيه كوبري فيهم دونك في بالهم وي فما قناعة سبب باش تضرب شوية بوليسية تضرب شوية الشعب وتاكل بعضها وتنطر رئيس الدولة الصورة صارت أوضح في ليبيا كانت ثبتوا شوية قال لهم واحد حتى لين ولاو يتوسلوا فيهم وهبطوا ومن بعد الثوار اللي ليبيا يحكي لكم برشا حكايات كيف هناك تو هذا موجود كل هذا موجود سوف كل اللي حطوا في مخهم واللي قاعدين طول طون كونتاكت مع امريكا منهم مرجان وجماعتهم وجماعه الحزب وهذوك السوفيريات يتكلموا يقولوا ما يحكوهمش الحكايه الرسمي الرسمي عند ليتات ومن بعد يعلموا الباقي الحساب هذوك سوف كل هذا لعبت لعبتها وعندها قوه في العالم وعندها بيرسواسيون وفهمت ضربت لهم اللعبه من فماتهم ابارامون هذه ما نعرفش حد شيء بي يعطيها صح انها تحركت باش نحاتنا من فم هالغلة هذوما ولا بيرسوادي الواحد حتى في الانتخابات باش يسيبش يعمل انتخابات باش يسيبش يعمل انتخابات شرعية فرانكور شيبسي معناها بالخباثة اللي نعرفوها عنده كل ها الى كي يجي باش يعمل انتخابات كوريكت حاجه خشي ناس عمل انتخابات كوريكت بسيفنا عليه وبسيفنا على الجندوب ياك المصفار يعمل فيهم الروح نتاعو طالع وزادوا هكا طمعوه شويه وبدات الشرط ديريكتومون من عند ما كنت تعرف هذوما جماعه ولاد عمنا والامريكان ما عندوك شرط ديريكت يقول لك باهي والتاريخ يفهم
وصلوا البلاد هذيك كيش ما صار لها البلاد هذيك كيش ما صار لها السودان كيش ما صار هي فهموك أنك نعطيوك خذ حق ركز على الطاولة من بعد يجرى لك حاجات بيزار كما قلنا في دولة كبيرة واحدة مليون معناها بيعت البلاد وخونة كما عبد العزيز كما تاع الاتحاد كما السمسي كما مرزوق كما الكلاب كما هكاك موجودين معناها طبس هز وسي نورمال في كل بوب تلقى موجودين ناس يبيعوا ذاتهم ونساهم وروحهم ما همش رجال حيوانات معناها تو ساشيت سيزو يعملوا لك حاجات غريب مو سي نورمال هذايا تونس اللي ضاعت ونساء اللي تلوحت والعروسات البدور والطلاق يطلع لنا ولاد حرام هكاك سان بو نورمال دونك نهضة حركت فهمتهم انهم كما تعداش هي الحزب الاقوى في البلاد تنجم تدخل بعضهم هما حاجة مش البلاد تدخل بعضهم دونك يقول لك شنو بها انتخابات ولا زيها وهم عندهم فكرتهم تعاد النهضة كانت عادتنا هاي نزيها ومن البرشان وما تسرخوش كذا وتعدات وخلاونا عسينا كما نحب وكل شيء وتعدات النهر هما في بالهم دجور في فترة بريشي ويلجموا وما زالوا عندهم قوة وعندهم الواحد اللي بغوا فترة بريشي وانا هذا جماعة عم تلوحت علينا وحتى تظهرها وهزت وما شدوش وزرة قبل ويختموا من الصباح وليل كل شيء وكبشوا وجماعة تجمع بشيوش بالقلب اللي عندهم الخايب لك هذاك باش يحاولوا يخفوا ويعملوا كل شيء بلي مويا نتاعهم الاخرين يقول لهم بون كنت تحبوا نجمتوا تمتلجوا بلاد تفكوها وخذوها هاو ما كان تخوض لي جيماجين حكايه كيف هناك هذا المونتر توجور كي هي الميتريز تتحرك وتعمل شو لا وكل بلاد كي تهبط على بلاد اخرى شنو تهبط على الدفاع على الجدار ما نعرفوش يا جو لو جو باش ما تدخلش معاها يا لعب مع الاخرين وبعد يقول لك بون نهضه فهمته كذا يقولوا بون اون برون اون ميتريز تاع البلاد بعد نحكوا وهي عز حل انك تاكل بلاد كيلا ميتريز بعد نحكوا اي هما يحكموا في كل شيء هما وما عمرنا باش نحكوا في بلادنا بور المومون خاطر عندهم قداش من عام تو يترافاي سول ويتوليز ويجربوا ويبعثونا حتى مرض واحد غريب ابيير والسيدا ورا شوف كلهم شك ما نوصي من بعد ويفيا وحتى تاريخ ما يظهروا لنا منين جايين كيفاش تعملوا جربوا فينا يجربوا برشا حاجات وبرشا حاجات سوسيال وبرشا عندهم تكنيك كبيره برشا ولا بروف انهم تشوف فيهم بلا عمنا ومش خايفين في بلادهم نورمال هما ناس خوف مش خايفين في بلاد ميتريز لافير اي مازال حتى توا اللي صار في مصر اللي صار في ميتريز لافير ولا بروف انا ما مي هما يمكروا وانت تصدق لله والله خير الماكرين خلي الناس تبكر اما انت ربي نوروا اللي احنا نحبوا الدين ونحبوا ربي ونصدقوا اللي عملته نهضة بلا شيء ما عمره كل نص خيله السارق ولا يجي نخدمه مع بعض عندهم 50 بروف على مجموعة الإذاعة كل تحطهم في الحبس باريزون يكذبوا خلاش مرة معهم خلاش بقضية بسيطة معناها تشدهم بالكذب وبالتعويج الكلام وبدا شنو الوزراء المدير الجديد تو كي بدات تتحرك تخوف فيهم تحط في كالكوزا في الحبس واحد كيما سمسي عنده مليون عندهم خلك الخماج اللي عندهم مادام عرفوا الخماج نتاعهم انا عندهم دي بروف ريت نورمال يتمرمد وما يجربي وكلهم عباد صديقون لي ديكوري تاع الواحد خدموا قبل وندموا قالك ما خدمناش شيخ علاش والاخر خاين 100% والاخر عميل طلع ويحكي مع عبد العزيز طلع هابط على فرنسا كيما مرزوق كيف عامل موازي معناها يعني شانتي واحد فماش ما يفك البلاد تعرف البلاد 6 مليار ها والاخرين يتفرجوا تعرف القوه في العالم الكشن كيما في فرنسا ولا في امريكا يحكموا في زوز وفي القوش هم دلوقت يبدا يتفرج يعمل الكشن خلاش ما يحلوش بالكشن ما يسرقوش بالكشن خلاش يتعدى نتاع يتعدى يعني كان جوش ولا دروات ولا وسط وتتفصل ما تنجمش تقدم وتولي رئيس الا تكون موافق على الامور هذيك كل شيء دونك بالنسبه لهم ما عادش عندهم قلق دونك ابري سا
صار كوديتا، حبوا يفكوا، شافوا جماعة كوديتا يبوف با ستابيليزي البيي، والنهضة خدمت على روحها ورات هي ورات أنها تنجم تحرك البلاد أوترومون. فما جماعة قوس سوما يقولوا لنا واحنا نجيب كان واحد شبيه في القزمة ثلاثة وأربعة، كل هذا ما حبش نخرج خارج ثلاثة من الناس. دونك الستركتور الماس تاع البلاد هي نهضوية، هذه بروف يريفيتابل ما عندكم. كل ما جماعة حبوا عادوا جماعة فيسبوك ولا الجوش حبوا يعملوا حتى شيء ما طاف شيء، ما خرجوش مع تناظر ما صار شيء، ولا ميتريزي وشدتها وشدت أعصابها وحتى التو شادين رواحهم، ولا بروف توا انهم الاخرين شربوا وعطاو رشوه ما 30 دينار تو رجعوا بلوغ اخرى، رجعوا على الاتحاد ضربات ما مشاتش، تو رجعوا له اخرى يخرجوا في يلبسوا في قضايا الناس. ان شاء الله الدوله تلقى الدول لهذا مي اب بريسيسا حد يصير انقلاب. خرجوا كلام في فيسبوك، خرجوا قدام الداخليه، نقزوا الناس دي كله داخله في التمثيليه. القناه سدخلت تبني ضربوا وخرجوا وبليجي يعني يلزموهم عليهم انهم طفيوا ضوء خطرين القناصه، وجيش كل ما في بالوش فما تلقى جروب ليك من الجيش. دونك الجنرال ينجم يكون عنده دوبل جو، ينجم خاطر ما ينجمش يقول لا بعد الثوكو. دونك البوزيشن تاعو حسب تنجم تكون منع البلاد، تنجم تكون هي خرمة البلاد، الحكم عليه صعيب فور ماما خاطر البلاد ماشية في المسار الباهي. وهذا هو غروسو مودو ساتورني اوتور دو سا، فما الانقلاب النهضة نقزت ورات لي هي باش باهي البلاد ما 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 عندهاش حتى سونس بور مومون ال تيان. نونت سي نورمال، الناس خرجت من حبوسات شدت الدولة والميثود نتاعها فيها مش نونت خاطر وعلى برك انا انها ما تحبش تجم كيما الحكم اللي باهي من سابقين حتى نعابش حتى نعابش حتى نحس هذا حل مهم توانسة زاد. دونك حل كبير ياسر ووقوف كبير برشا وخدمة كبيرة برشا وشدوا الحبس وتمرمدوا ما بكاوش برشا ما منوش علينا برشا وتو قاعدين يخدموا برشا فيكم. قولوا انا نشكو في النهضة، انا مضروب فيهم والعباد هذوكم مدين لهم، اللي انا عائلتي ما تمسدش في تونس ومدينهم ان تونس ما تمردتش ومدينهم انا بلادك قاعده واقفه. لا بروفا نوصل خلينا الفلفل بقى الفلفل معنا كوشري البعض نتاع البيت فلفل بالثلاث اربع وسوريا ولاد صغار تذبح. دونك بارك الله فيك النهضه. اي عجبك وما عجبكش تحب ولا تكره التاريخ باش يوري ان النهضه هذه دم هبط منعته باش ما يشيلش في تونس، وشفنا مصر وشفنا ليبيا هم بيش ربك اعطانا بلدان من طن صارت لهم الحكايه هي بيدا بيشكو القوه اللي في العالم مش بدل طرح عجل. هي تباه القوه في العالم بدل طرح عجل ولا مش نعمل هم بعد نزل كل اللي هتايره هم العجل والله اعلم.